شلون يعني واحد بياخذ واحد ما يعرفه ما يعرف سمعته؟ فالسمعة والصحبة الاثنين يكملوا بعض بالنسبة للرزوق والزوجة. السمعة قبل كل شيء. كل واحد بيفكر ان هاي الحرمة زينة وبزينة بتكون في النهاية ام عيالي. يقولون من اهم اسباب الزواج الناجح السمعة الطيبة. سؤالي لكم اليوم يقول: هل لما تتقدمون حق احد تسألون عنه؟ وين تسألون عنه وليش؟ شوفي بقول الشيء، شفتين البنك لما يعطي قرض واحد عدل أو معدل في شروط، نفس الشروط اللي يطلبها البنك على الشخص، زين شروط القرض نفس الشيء طريقة الزواج. شلون؟ يعني سمعته لازم تكون زينة، تعاملات ماله يكون زينة، المركز المالي يكون زين، هي كل هالأشياء ضرورية. شيء مهم. شلون؟ عشان يعرفوا سمعته ويعرفوا البيئة اللي هو عايش فيها، هيقدروا يتأقلموا فيما بعد ولا لا؟ هل السمعة مهمة؟ طبعا، يعني في هالزمن السمعة يعني في الزواج يعني السمعة واجد مهمة قبل كل شيء. اوكي، بس ساعات مثلا في ناس تحب تخرب على ناس، في ناس تروحين تسألين عنهم ويعطونك مثلا اشياء مو بزينة او سلبية تكون كذب مو صجية. صح، بس بعد يعني ما راح نسأل الواحد ولا اثنين، نسأل يعني ناس واجد نسألهم عن الشخص يعني اللي بيتقدم لي، نسأل واحد واثنين وثلاث. السمعة مهمة لما الواحد بيتزوج لازم يسأل عن الطرف الثاني. أكيد أكيد يا أمي. شلون؟ أكيد السمعة مهمة، يعني تأخذين واحدة ما تدري شنو فيها، شنو ماضيها. ماضيها لا مو ماضيها، يعني هي شنو حياتها، عرفتي؟ لازم تشوفين سمعتها، سمعة أهلها، عرفتي؟ إذا هي زينة تقدرين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا بهمين، وصانا بالنسب، عرفتي؟ عدل. أي وصانا أن أخذوا أظفر بذات الدين تربت يداك. ليش؟ عشان هو ليش هي بتربي أجيال هذه الأم مدرسة، إذا أعددتها شعبا طيب الأعراق. شلون يعني واحد بياخذ واحد ما يعرفه ما يعرف سمعته؟ أوكي، بس ساعات مثلا تكونين في أشخاص أنت واثقة فيهم، في أهلهم، هل ضروري نسأل عنهم؟ ضروري، السؤال مهم، يعني خصوصا أن هي عشرة، مو أن صداقة، مو معرفة شخصية مثلا بيقعد يا فترة وخلاص. وين تروحين تسألين عن الريال؟ مكان شغله، مكان ديرته اللي ساكن فيها. كل واحد بيفكر ان هاي الحرمة زينة وبزينة بتكون في النهاية ام عيالي، فلازم تكون السمعة زينة، وكل حد يبا وحرمة سمعتها زينة طيبة والكل يشهد لها، يعني عرفتي؟ بس اوقات لما مثلا احد الطرفين يسأل عن الثاني يسمعون كلام عنهم مو بزين، ولكن يكون كذب وافتراء. صح، هذا موجود في كل مكان موجود، بس نحن ما نصدق أي شيء ينقال، لازم نحن بعد نسأل ونشوف. في النهاية يعني مو بكل حد يبالك الخير، عرفتي؟ هذا يكون شيء مصيري، شيء فور إيفر. إحنا مو طبعاً مثلاً نتزوج، موضوع الانفصال مو أبشين في هالموضوع، خاصة في مجتمعاتنا شيء جداً صعب. فإذا كان شيء موجود من البداية توضح يكون أفضل، وواحد يثبت قبل لا يأخذ هذا القرار المصيري، لأنه حزتها لا قدر الله بيكون علاج حق هذا الموضوع أصعب من لو واحد يوقف المشروع من بدايته.